مديرة على السيدات والسادة الحضور، مع حضراتكم اليوم هند رضا الدكتور بالمعهد العالي للنقد الفني قسم نقد فنون الأداء الحركي ومدرس مادة تعيين أوائل الخريجين لعام 2012 بنفس ذات المعهد. في البداية خلوني أتوجه بالشكر للأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بالإضافة إلى اللجنة العليا للمؤتمر العلمي الدولي الخامس المعنون بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. تحية طيبة لحضراتكم جميعا. أستعرض اليوم من خلال هذا البحث المعنون بالتراث المصري بين الرقص الحديث والحفاظ على الهوية الثقافية إشكالية هامة تفرض نفسها مما جعلها قابلة للبحث والتقصي. وتأتي هذه الإشكالية في هيئة عدة تساؤلات. أولاً، كيفية استلهام التراث المصري برؤية إبداعية راقصة حديثة ومعاصرة دون التعرض للتشويه. ثانياً، التعرف على ما ينتج من تجربة التراث الشعبي على مسرح الرقص الحديث. ثالثاً، رصد علاقة الرقص الحديث بالهوية الثقافية التي يتحقق في إطارها كعلاقة فنية متبادلة قائمة على الإبداع. دعونا ندخل في صلب الموضوع. لنتفق أن قديم الإنسان هو تراثه وتاريخه، والشخصية المصرية تحديداً هي حصيلة التقاء ثقافي فريد واستلهام حضاري فز، وتاريخ ممتد تواصلت فيه مصر مع غيرها من الحضارات وأنتجت لنا موروثات ثقافية لم تتكرر. كم أحوجنا الآن ونحن بصدد جمهوريتنا الجديدة الرجوع إلى الأصل، إلى هويتنا العربية الأصيلة بغية الحفاظ على تراثنا. ولعل الفنون هو العالم الأمثل لتحقيق هذه الغاية. إذن كيف لنا الحفاظ على تراثنا من خلال فن الرقص الحديث تحديدا؟ الرقص الحديث الذي ظهر في أواخر القرن التاسع عشر رد فعل على القيود الاجتماعية الفيكتورية وسيطرة الطبقة البرجوازية والقواعد الحركية الصارمة التي كانوا يناشدها فن الباليه الكلاسيك آنذاك. أتى البحث مناقشا لهذه العلاقة في عدة محاور. أولا، يناقش البحث كينونة فرق الرقص الحديث المصرية، كما يناقش خصائصها ومدى تأثيرها على الهوية الثقافية كونها توضح بالتبعية المنهجية والأهداف التي تسير وفقها. ثانيا، نتطرق بشكل مقتضب عن فن الرقص الحديث كمصطلح، إضافة إلى أنه البنية الأساسية لفرق الرقص الحديث المصرية. ثالثا، نتطرق إلى نشأته وما هي الأسباب التي أدت إلى ظهوره، إضافة إلى أهم أعلامه عالميا الذي بدورهم أثروا على ترسيخ هذا الفن ووصوله إلى مصرنا. وبالتطبيق على الإطار النظري للبحث، نتعرض لأحد الأعمال الفنية الراقصة لفرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية التراثية، والتي قدمت عمل سيرة عنترة ابن شداد من خلال الرقص الحديث برؤية تجريدية معاصرة. وقد اخترت سيرة عنترة باعتبارها أحدث الأعمال للفرقة، إضافة إلى أنها أحد أهم القصص التراثية التي تناقش قضية هامة بعينها، وهي قضية الرق وما يترتب عليه من تجريم للحب. أختتم البحث بالنتائج التي تعتبر ليست النهاية، ولكنها بمثابة نقطة بداية وتوسيع مدارك وأفكار كل شخص يرغب في التعمق أكثر في هذا النوع من الفنون. وقد أتت هذه النتائج ردا على الأسئلة المطروحة في البحث. وتوصلنا أولا إلى أن الرقص الحديث فن حر له الشكلية الفعالة على تخطي العصور. يمكنه أن يتمحور حول تحرير الجسد من خلال استلهام الجذور والطقوس الفطرية والبدائية. وقد تبدو هذه مفارقة ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يستلهم مصر مسرح القرن الحادي والعشرين تلك الجذور والطقوس، ولكن هذه العودة كانت بغية التجريب والتطوير لطرح شكل جديد للرقص المسرحي. يمكنه البحث عن مادة خام قديمة أو جديدة للإبداع في إطار رؤية معاصرة لا تعتمد بالضرورة على التسلسل المنطقي للأحداث ولا على التسلسل المنطقي للحركة أيضا كما في الباليه الكلاسيك، وإنما يعتمد على اللوحات المتسلسلة لنماذج وأنماط اجتماعية ونفسية كما في حالة استلهام التراث المصري وتقديمه على خشبة المسرح، وهما يفضي في النهاية إلى إلقاء الضوء على أعمال تراثنا والاهتمام والتمسك بها، بل وطرحها للعلن بما يتماشى مع عقلية الأجيال الصاعدة المتطلعة إلى كل ما هو جديد، وبذلك يتعرفوا على هويتهم الثقافية بطرق مختلفة ومتطلعة. أشكر حضراتكم مرة أخرى وإن شاء الله.